نفذ مالك وسائق حافلة نقل ركاب خط إربد عمان إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على ما وصفوه بتغول حافلات أخرى على خطهم وقيامها بنقل الركاب من مجمع عمان الجديد في إربد إلى صويلح دون أدنى رقابة من الجهات المعنية. للحديث عما سبق ينضم إلينا مباشرة مراسلنا زياد نصيراز. زياد صباح الخير، ضعنا في صورة ما يحدث. صباح الخير، كان هناك اعتصام إلا أن هذا الاعتصام تنفك وتم الإعلان عن انتهائه، وكان هناك عدة يعني مطالب للسائقين هنا، الباصات الخصوصي، منع المركبات الخصوصية من التحميل، منع الباصات الصغيرة أيضا من التحميل، كان هناك حديث عن تغول خطوط على أخرى، كان أيضا حديث عن أن ما أن قرار الهيئة بتعويض الحافلات وسيارات تاكسي بدفع كابونات مدفوعة مسبقا من الوقود بقيمة 50 دينار وبقيمة 100 و150 إلى 200 دينار للمركبات التي تعمل على الخطوط الداخلية تعويضا عن الارتفاع المتكرر بأسعار المحروقات، إلا أن التدخل محافظ إربد رضوان العتومي يوم أمس وحديثه إلى السائقين وحديثه إلى مالكي المركبات حول هذا القرار وحول أن الحكومة لا زالت تدرس تداعيات هذا القرار مع بداية تطبيقه كان هناك له أثر مختلف. هنا السائقين يتحدثون عن مشاكل عديدة داخل المجمع، معنا أحد مالكي الباصات، صباح الخير، هناك مشاكل عديدة بالمجمع، كان هناك تهديد بالإضراب يوم أمس وتدخل المحافظ، ماذا تعانون تحديدا بالمجمع من مشاكل؟ السلام عليكم، يعطيك العافية. ناصر حايك من إربد، أنا صاحب باصات، صاحب مكتب سفريات مجمع عمان جديد. في عندنا مجمع عمان جديد غياب كامل من السير نهائيا، غياب كامل من نهاية النقل. في إن بالنسبة للباصات مش مدعومة بالمرة، ارتفاع البنزين، الدعم غير كافي للباصات والكلفة التشغيلية كاملة نهائيا. المجمع منطالب المسؤولين بوجود نقطة أمنية كاملة بالمجمع لوجود مشاكل كثيرة داخل مجمع عمان جديد. بخصوص تعديات الباصات الخصوصي والمركبات الخصوصية على الخطوط العاملة، ألم يتم إيجاد حل لهذه المشكلة؟ بالنسبة للسيارات الخصوصي كل يوم قاعد بتضاعف لغياب كامل سير إربد نهائيا عنه، وأنا أكثر من مرة حكيت على قناة الرؤية وقناة المملكة على التلفزيون الأردني وعلى الله محمد على الإذاعة، وما في إشي استجابة بالمرة. وللأسف رقيب السير داخل المجمع، أنا أكثر مرة حكيت لمدير السير للأجهزة للسير إربد نهائيا مش متعاون مع العمومي نهائيا، ضد العمومي مع الخصوصي، وبحكيها كامل. طيب أستاذ ناصر، الآن نشاهد طوابير طويلة من المواطنين، أليس المواطن له الحق الآن بالحصول على آلية نقل لنقله؟ ألا يضطر المواطن الآن للذهاب للمركبات الخصوصية في حالة يعني استمرار هذا الازدحام؟ بالنسبة للطوابير هاي بس بتيجي الأزمة بس يوم الأحد الصبحيات، شايف على الهواء الذروة إنه كلهم طالعين لعمان، بس باقي الأيام بكون الباصات هون متكدسة كثير لوجود خصوصي حوالين المجمع، وما في حدا اللي يردها. نفس الإشي بكون كمان الخصوصي بعمان بيسرق الركاب من العمومي وهو اللي بيساوي الأزمة، يعني مشكلة المجمعات هي الخصوصي وما في. لماذا يذهب المواطن للمركب الخصوصي؟ للخصوصي لعد اللي بكون مستعجل بده يطلع بده يوصل. العمومي لازم يكون فيه مثلا تردد بالنسبه للعمومي، لا يلتزم سيقون هنا بالتردد، متزمين بس اذا بده يطلع فاضي ما ب... ما ب... ما بتكل... يعني ما بتوفي معاه الكلفه التشغيليه، بكون خسرانه، بضطر يسويها. يعني هسه الراكب بده يطلع هون دافع ليرتين، اذا الباص بده يطلع من عمان فاضي ما بتوفي معاه، البنزين صار حوالي تقريبا اكثر من النص كلف. بخصوص دعم الحكومه للقطاع بكربونات مدفوع مسبقا للوقود، الا يكفي هذا التعويض؟ ما شفنا شيء بالمره، لا تعويض ولا اي شيء. صدر قرار من الهيئه بتعويض 50 دينار للسرفيس و100 و200 دينار للحافلات والباصات. ما في قرار، ما في شيء بالمره، ما شفناه، حتى يعني حكونا بنعوضكم احنا السفريات الخارجيه بدهم يعوضونا بالنسبة 14 سنة مسكرة وبدهم يعوضونا فلوس، ما شفنا شيء بالمرة، بدهم يعوضونا احنا علينا ضرائب علينا كذا التزامات، نهائيا ما في اي شيء بالمرة، ولا حد عوضنا ولا شيء، بس كله حكي على الفاضي. شكرا شكرا. نذهب الى مجموعة اخرى من السائقين. صباح الخير. صباح الخير، كيفك سيدي؟
شو أهم المشاكل بيعاني منها المجمع؟ الخصوصي عندنا اللي ذبحنا. المواطن ليش بيذهب للمركبات الخصوصي؟ والله لا أعلم، بس رغبتهم بالخصوص زيادة عن اللزوم. إحنا عندنا مشكلتنا بالزرقة بنتهاوش معهم، وبأربد نتهاوش معهم، وما حدا شايف لنا حل هالسلافة. بخصوص السير، مش موجود كوادر سير بالمجمع؟ السير بيجي السير، بس لما يجي السير بيختفوا، بس يروح السير برد ويرجع. يعني مشاكل أخرى. السير مش مقصر معانا، بيجي عليك بتبلغوا عن السيارة، بتفقد السيارة ما بتلقاها. سلامة سلمة. ما رأيك بقرار الهيئة بتعويض الحافلات والمركبات بكابونات دعم محروقات؟ والله أنا نعم. رأيي كسائق باص لو يزودون الأجرة أحسن. نعم زياد. يعني هذا أهم المشاكل التي يعاني منها مجمع عماد، وهي المركبات الخصوصية، بالإضافة إلى رفض السائقين لما يقولوا أنه إجحاف من قبل الهيئة بخصوص أن الدعم الذي حصلوا عليه لا يعوض جزء من الخسائر التي مني بها القطاع جراء الارتفاع المتكرر للمحروقات. نعم زياد نصيرات، كنت معنا من إربد، شكرا جزيلا لك.